شكرا جمهور وهران، شكرا جمهور وهران اللي راهو كان حاضر معنا، احتفل هو تاني بالسينما، وحنا كفنانين بالك ما نتلاقاوش بزاف مع جمهورنا، مع الناس اللي يحبونا، كانت فيه يعني موعد مع محبينا ومتابعي السينما والدراما الجزائريه، ونفرحوا بزاف في هذه الفعاليات اللي تخلينا نحسوا بالنشاط في الميدان الثقافي. ان شاء الله هذا هو الامل تاعنا، الامل تاعنا انه اليوم الجزائر عبر المهرجانات تاعها كسوا عنابه ولا وهران ولينا نقدروا نتلاقاو مع الفنانين والمخرجين وغيرهم، وتولي بالك هذه باب ماشي غير نافذه، باب تفتحوا بها ويكون فيها جسور ما بين الجزائر والوطن العربي. دائما اللباس التقليدي هو دائما في قلوبنا، ولما لازم تكون فيه مناسبات باش نلبسوه، وكذلك فيه مكان ثاني للتجديد والحاجات الجديده اللي نقدموها، دائما باش نخليو ثقافتنا ويعني بالك الحوايج اللي احنا متمسكين بهم يعرفوهم العالم ان شاء الله. شكرا. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.